سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك طوروه خليتونا غير تربو. السلام عليكم ورحمه الله. الزور في اللون لقيت صالح قائد اركان الجيش ونائب وزير الدفاع في عهد بوتفليقه، طبعا 15 يوم قائد اركان الجيش، يعني الوفي اوفى الاوفياء لبوتفليقه، واللي انقلب عليه لما شاف الامور بدات تدور على بوتفليقه. هو صاحب النوفمبريه الباديسيه، مجاهد قديم من عام، شارك في حرب التحرير، ما على بالناش واش من رتبه كانت عنده في جيش التحرير، ما كانش قائد ولكن مجاهد، وبالجهاد تاعو ولادو داروا ثروه كبيره كبيره وتعدوا على الناس وحكموا في الناس، وعنابه والطارف ولات ملكيه خاصه لهم. ما عليه، هذا كامل قال ما عليه. ولكن الغريب في الامر انه بنته ولا واحده من بناته ساكنه في فرنسا، ما عندهاش مده من يسكن في فرنسا، يعني بعد الوفاه تاعو، وزوجها عسكري راحت تطلب الجنسيه الفرنسيه، راحت تطلب الجنسيه الفرنسيه، السلطات الفرنسيه رفضتها لها لسببين. السبب الاول هو انه مده الاقامه تاعها قصيره، ما تكفيهاش باش تطلب الجنسيه، المفروض يكون عندها 3 سنين على الاقل او 5 سنين اقامه. ثانيا زوجها جنرال، نعم زوجها عسكري جنرال، ما عندهاش الحق تطلب الجنسيه. ولكن هذه غبيه، تعرفوا الغباء يتورث. غبيه راح تربط الجنسيه الفرنسيه بلا ما تراعي هذه الشروط. وهكذا الجماعه اللي كانوا يعبدوا في القايد صالح ويقدسوا فيه، يشوفوا اليوم وين وصلوا اصحابهم، دابور صحاب باديسيه النوفمبريه اللي راهم اليوم في سجن البليده، وراهم ساكنين ما يدافعوش عليهم، ما يدافعوش عليهم لانهم انذال كلهم رخاص، غير رخيص الخوه ديما مع الواقف. شافوا صحابهم طاحوا، اوبي قال انا مانيش نوفمبري، خلاص حاب الصباع راح غسل صباعه صاي ترميني. وهذه بنت القايد صالح اللي طلبت الجنسيه الفرنسيه، ما كانش واحد يروح يقول عيب عليك واش درتي، كيما ما كانش اللي قالوا لولاد عيب عليك واش سرقتوا واش ديتوا اموال. هو ونهار اللي بدات كورونا في البليده باعتين كوامن وكوامن من عنابه البليده زعما مساعده، منين جاوكم الدراهم هذو باش تبعثوا هاد الكوامن هذوما؟ منين جاوكم؟ منين جاوكم هاد الدراهم؟ وقتاش قريتوا؟ قرايه الله ينوب، قلنا كل شيء تورث، قرايه الله ينوب، واش عندكم باش نتوما تكسبوا هاد الشيء هذا؟ كوامن وكوامن الناس تفكر هاد في البليده، الكوامن اللي طلعوا قالك مساعده من عائله القايد صالح، نعم اي نعم مساعده من عائله القايد صالح. ونهار اللي جاو بداو يبحثوا معاهم في موضوع الثراء الفاحش وطلبوهم من القضاء العسكري والملف تاعهم طلع، كانت بون مازال ما فاقش بالملف اللي عند بونويرا قرميط، ولكن يخليهم يتكلوا، راح يدافع عليهم. وطبعا كما وليدو خرج مع وليدو رخيص يتشرب زوج قراع بلوم بلوم، وانا ضرب فيها مصروف كبير، قال ما عليه
خليه يخلصها في الحبس. لا لا قالك تشرب زوج قرع بلوم بلوم ولي تبون. شفت الرخص تاع تبون وين؟ زوج قرع بلوم بلوم يبيع بلادو، يبيع كلش، يترشب زوج قرع بلوم بلوم. كيه مادام وليدو يترشب زوج قرع بلوم بلوم هو ثانية سي لا ميم شوز. دونك ولاد القايد صالح كانوا ثانية عندهم رجل في الحبس ونقذهم بابات بلوم بلوم. ودوك واش راه يدير البنت بلوم بلوم؟ كيفاش الجزائر هذه اللي حررها باباها واللي كذا من ناردها جنة واللي راهي وراهي وراهي، وعلاش بنت القايد صالح تهرب منها؟ حنا لاجئين فيها لانه قمعونا احكام بالسجن علينا، وهي باباها اللي حكم على الناس بالسجن، باباها اللي قتل الناس، باباها اللي دخل الناس للحباس، باباها اللي حول الجزائر الى جهنم، باباها اللي كان هو الشياند غارد تاع بوتفليقه اللي خلى البلاد. وعلاش هرب من فرنسا؟ وعلاش راح تعيش في فرنسا وحابه تدي جنسيه فرنسيه؟ حنا على الاقل ما طلبناش جنسيه فرنسيه والو. انا شخصيا ما طلبتهاش، لا انا لا ولادي لا زوجتي، باقيين جزائريين بجنسيه واحده ماشي زوج. هذه بنت القايد صالح تطلب الجنسيه الفرنسيه. الله ينعل الخبثاء منين كانوا. ربي يبعد علينا ولاد الحرام، ربي يقدر خير بلادنا. السلام عليكم ورحمه الله.